يعني معقولة مفيش أي طريقة إنه يفضل قاعد معايا؟ للأسف يا شمس، أنت مش مستوفية شروط الشؤون الاجتماعية، وهم صارمين جدا في شروطهم، وبصراحة محدش يقدر يلومهم، لأنهم بيحموا الأطفال اليتامى بالشروط دي. طب والشؤون الاجتماعية هيرفضوا طلب كفالة شمس ليه؟ أول حاجة هيعملوها الموظفين هيجوا يزوروها هنا عشان يشوفوا المكان اللي هيعيش فيه شمس، وطبعا هيعترضوا لان المكان مش مسكن. ايوه انا دلوقتي بعمل شغل وهيجي لي فلوس، يعني ان شاء الله اقدر اجر شقه لوحدي وهو يبقى معايا. ودي برضو مشكله، بيشترطوا انك لازم تكوني متجوزه، يعني لازم يكون في اب وام، يعني اسره متكامله. مفيش فايده، انا عارفه ان شمس مش هيلاقي حمل منك عليه في الدنيا، بس دي قوانين وانا ما اقدرش اخالفها، والافضل اني اخده معايا لان تعلقه بيكي بيزيد وصدمته برضه هتزيد. خلاص اهلا اهلا، لبسته خلاص. تعالى حبيبي. اهلا. مش عاوز امشي واسيبك. يعني انا اللي عايزه؟ بس احنا اتفقنا على ايه؟ انت هترجع وتشوف اخواتك شويه، وبعد كده انا هعمل كل حاجه ونفضل مع بعض. استنيك يعني؟ طبعا يا حبيبي. السلام عليكم. اهلا يا يحيى، تعالى. يحيى اخو سلمى ومريم. مساء الخير يا فندم. هو في ايه؟ اصل شمس يعني لازم يرجع الدار يعني دلوقتي. طب ثانية واحدة. بتكلمني في الموبايل على طول ها؟ شموسة. بص يا صاحبي. خد انت سمسين الصغير، ان شاء الله كل ما نوحشك هتكلمه يسمعك كلنا، وسمسين الكبير كمان هيسمعك. عارف يا واد، انت لو ما سالتش عليا انا هعمل فيك ايه؟ هسال طبعا وهاجي كمان. وانا وانت بقى نقضيها على الفيس مع بعض. ها حاضر. زي ما علمتك على الشات. بقول لك ايه، وريني بقى سلام رجاله كبير قوي كده من الرجاله الكبار، الكبار قوي. انا هجيب شنطتي عشان انزل اوصلكم. توحشني قوي يا شنطة. اتفضل. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور عماد. انت برضه مصرة على موضوع الخروج ده؟ مش حضرتك اللي قلت لي اقدر اخرج من المستشفى؟ لا، انا قلت لك مش هخرجك من المستشفى الا ما اطمن على صحتك. بس انت خلاص الحمد لله الحاله استقرت، مش محتاجه غير رعايه وراحه وبس. كتر خيرك يا دكتور، انا تقلت عليك قوي المده اللي فاتت، وتقلت على شمس، مش حمل مسؤوليه العيال دول. عيال ايه بس؟ العيال دول كبروا خلاص يقدروا يعتمدوا على نفسهم. ما هم العيال لما بيكبروا بتكبر مشاكلهم وبتكبر مسؤوليتهم، والحمد لله ربنا اداني القوة عشان اشيل مسؤوليتهم بعد ابوهم وامهم الله يرحمهم. الله يرحمهم. طيب انا دلوقتي هكتب لك على شوية ادوية، بس اوعي تلخبطي في الاكل تاني. حاضر. كتر خيرك يا دكتور، ربنا يسعدك ويكرمك ويخليك على كل اللي عملته عشاني. ربنا يخليك. قولي لي بقى، في حد من ولادها هيوصلك ولا اوصلك انا؟ لا، شمس كلمتني الصبح بدري عشان تقول لي انها جايه، قلت اعملها لها مفاجاه. صباح الخير شمس. اهلا يا عماد. لا كتبوا لك على خروج. مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك. البركه في الدكتور عماد. البركه في ربنا يا صباح. هجيب لك الروشته واجي. عماد انا كنت عايزه اتكلم معاك. خير؟ خير ان شاء الله. انا عارفه ان انا كنت بايخة ومش ظريفة آخر مرة واحنا بنتكلم، سامحني، يمكن من ظروف المفاجأة اللي بمر بيها ملخبطاني ومخلية أعصابي شوية تعبانة. على العموم حصل خير. يا ترى بقى هسمع صوتك تاني بعد ما صباح تخرج ولا؟ ولا إيه؟ إحنا أصحاب من قبل ما نتجوز، وأصحاب بعد الجواز كمان، وأنا مصر على كده، وغصب عنك هنفضل أصحاب. طب ممكن بقى بما اننا اصحاب اطلب طلب؟ طبعا. خلي بالك من شمس.
فاكره انك هتطلب مني حاجه تانية خالص، انك تطلب مني مثلا المصالح انا وفين. لا كفايه اللي حصل في المكتب. طيب ممكن بقى كاصحاب انا اطلب منك ان انت تكلمها وتحدد معاها عشان يتقبل؟ هيحصل ان شاء الله، دي هتفرح قوي. ميرسي يا ميت. ست الكل هتنوري البيت يا حبيبتي. ربنا ينور حياتك يا شمس يا بنتي، ويقدرني ارد لك جمايلك. جمايل ايه؟ جميلك انت اللي على راسي. الولاد هيفرحوا قوي، يلا بينا. يلا حبيبتي. اتفضلي. الحمد لله، تسلم ايدك يا مريومة. بس بقى، فهو يقول الكلمة من هنا والبت سلمى ترد عليك كلمة بعشرة. سلمى روقته بجد. هتعرفين أختك؟ آه. وأنت بقى يا صغنونة، ما حكيتليش ليه عن الموضوع ده من امبارح؟ ما هو أنت كنت في المكتب يعني يا يحيى، وما كناش عايزين نزعجك، بس سلمى قامت بالواجب والزيادة الصراحة الصراحة يعني. سامعاكي يا هراية، ممكن بقى تبطلي تحشري نفسك في اللي مالكيش فيه؟ أولاً أنا أصلاً 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 مش بتكلم عليكي. مريم يا حبيبتي، من وانتي صغيره قد كده وانتي افشل واحده في العالم ممكن توشوش حد. ليه بقى؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ عشان صوتك بيبقى عامل زي الضفدعه، ويا حرام بتبقي متخيله ان محدش سامعك. وانتي بقى يا كبيره يا عقله يا اللي لابسه اصفر، صح اللي عملتيه مع الراجل امبارح؟ ثم انتي ما حكيتليش ليه؟ مش انا اخوكي المفروض كنت اعرف الحوار ده؟ مفيش حوار اصلا يا يحيى، وبعدين انت رجعت امبارح متاخر. الصبح اتسحلنا في حوار شمس، وبعد كده انا دخلت نمت تاني. يا سلام، لما عملتي كتفك كده صدقتك. ها؟ لا استني استني، ولو هو مفيش حوار اصلا، ايه موضوع تليفونك اللي سايلنت طول الليل ده وال150 مسد كول من حازم؟ ما بترديش علي ليه؟ انت بتبصي في تليفوني ليه اصلا؟ انا اصلا ما بصيتش في تليفون، انا تليفون كنت ببص على الساعه. يا وانت مفيش ساعه في موبايلك؟ لا عندي. ما بطلي تحشري نفسك. ما حشرتش نفسك. ما تعليش صوتك. انا ببص في التليفون. ما تعليش صوتك. الحمد لله ان انتوا كلكم متجمعين. اتفضلي يا ست الكل. ديتا نورتي البيت يا تيتا يا قمرة. وحشوني يا ولاد. بس تعالي بقى منك ليها كده عشان انا هاخد دايما. يا حاجة الحمد لله على السلامة. يا وحي يا وحي يا وحي يا وحي يا وحي يا وحي. وحشني الشايبك يا عيد. مصلحة. وحشتوني يا ولاد، وحشتوني قوي. وحشني البيت. نورتي بيتك يا ست الكل. وحشني البيت. الحمد لله الحمد لله. ستيتا مفطرين نفسنا اهو. ايه كله تمام؟ اه مظبطيني مظبطيني مظبطيني. ما تاخدونيش بقى في دوكه وقولوا لي كنتوا بتتخانقوا في ايه؟ سامعه صوتكم وانا على الباب. سلمى هي اللي كانت بتزعق، هو حازم يتخانق معاها تروح مطلعه كله في وشنا. قلت لك ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. قلت ولا ما قلتش؟ شايفه بتتكلم معايا ازاي يا تيتا؟ ايه موضوع الخناق ده؟ وازاي ما تقولوليش عليه؟ انا اللي قلت لهم ما يقولولكيش. وقلت لهم كمان ما يقولكيش اي حاجه بتحصل في البيت. الدكاتره كانوا معلنين عليكي اي انفعالات خالص. ومخبين عليا ايه كمان عشان خايفين عليا من الانفعال؟ يا حبيبتي ما تكبريش الموضوع خالص. انا اتكلمت مع سلمى وقالت لي ان الموضوع بسيط ويعني هيتحل ان شاء الله. طيب يا سلمى اطلبي حازم قولي له انا عايزه اشوفه النهارده. لا يا تيتا، ما هو انا لو انا كلمته هو هيفتكرني ان انا بعترف ان انا غلطانه. خلاص انا هكلمه. يا مريم يا حبيبتي، المذاكرة تنفع وانتي نايمة كده على الكتاب؟ وهي يعني المعلومات هتقع من دماغي يا تيتا؟ وحشتني لمطتك يا اردنتي. والنبي وانتي كمان وحشتني والله. على فكرة أنا ما قلتش لحد على موضوعك انتي وكريم. حتى لو قلتي لحد يا تيتا، على فكرة عادي يعني، هو انتي يعني ما عرفتيش الموضوع بالصدفة. أنا وكيمو اللي جينا حكينا لك، ولو ما كنتيش موافقة عليه النهاردة بكرة توافقي عليه. تعرفي انك بتفكريني بالمرحومه امك. كانت لمضه زيك كده وكانت عنيده ودايما تمشي اللي في دماغها. الله يرحمها. بس انا يا تيتا والله مش قصدي اعند معاكي، بس انا يعني نفسي يعني اتخطب وكده زي سلمى. ايوه اهو ده اللي انا كنت عايزه اسمعه منك، نفسي اتخطب زي سلمى. مش عايزه اتخطب لكريم بالذات. لا طبعا عايزه اتخطب لكيمو. اشمعنى يعني كريم؟ عشان يعني كريم جدع وابن ناس وبيحبني وبرضك بيخاف عليا وكده اهو. يا بنت انتي مش مكسوفه تقولي قدامي بيحبني؟ لا طبعا يا تيتا بتكسف ليه؟ اذا كان انا كمان بحبه يعني.
يا مريم، ده انا لحد النهارده اتكسف اقول اني كنت بحب المرحوم جدك. ما هي ديت بقى يا تيتا المشكله، الناس لما بيحبوا بعض بيتكسفوا يقولوا لبعض، ولما بيكرهوا بعض بيقولوا عادي، مع ان الحب دوت فعلا اجمل حاجه في الدنيا. طب يا اختي يا معين بكسه انت. حكا سيبك من المعين بكسه، حازم كبار قاعد مع عبده شمس وسلمى، فبالله عليك تعالي الحقيقه قبل ما سلمى تسمعوا كلمتين. طيب اسبقوني انتوا وانا جايه وراكوا على طول. حاضر. اهلا وسهلا يا حازم. اهلا بحضرتك. نورت. ربنا يخليكي. ازيك يا حازم؟ ازيك يا سلمى، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. يعني ما كانش له لازمه تتعب نفسك، ليه جايب حاجات انت جبت امبارح؟ هي قصدها يعني ان انت ما بقتش غريب، يعني مش المفروض كل مره تيجي تكلف نفسك كده يعني. انا قصدي كده بالظبط. عادي يجيب براحته يا رب. بس انا الحاجه دي المره دي مش جايبها ليك انت، انا جايبها لديتا بمناسبه خروجها بالسلامه من المستشفى. الله يسلمك. يا الف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا ابني، ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. اقعدي يا ماما. اتفضلوا اقعدي يا حاج. اتفضلوا يا ولاد. خدي يا تيتا، ربنا يخليكي. اتفضل يا حاج. ميرسي. انا هدخل في الموضوع على طول ومش عايز اطول على حضرتك. انا بصراحه لما نزلت من هنا المره اللي فاتت اتصلت بماما في البلد وحكيت لها على الموقف اللي حصل، وبصراحه هي غلطتني وقالت لي انت لازم تعتذر لسلمى ولعم رضا. مامتك بتفهم في الاصول يا حازم، واكيد يعني مفيش داعي للاعتذار. طب هو انت بقى بتعتذر عشان مامتك قالت لك كده ولا عشان انت مقتنع؟ والله العظيم اقسم بالله يا بنتي انت فظيعه. بص يا عم حازم، هي مش اختي بس الله يكون في عونك. طب بقول لك ايه، وبلاها سلمى وخد مريم وهي لهنوبه برضه. لا يا سلمى اطمني، انا مقتنع كويس قوي، بدليل ان انا طول الليل امبارح بحاول اكلمك عشان اعتذر لك، بس للاسف ما كنتيش بتردي على التليفون. سلمى انت لازم تعرفي ان انت حد بجد غالي عندي قوي. ماشي يا حازم، وانا كمان اسفه، يعني انا عارفه ان انا غلطت في حقك. طب خلاص بقى، ما دام كده نقدر نعمل حفله خطوبه. وانا عن نفسي مستعد نعملها دلوقتي. لا لا مش للدرجه دي، احنا نعملها الاسبوع الجاي كويس. ايه يا سلمى ما قلتيش رايك؟ لا يا جماعه انا رايي ان احنا نستنى شويه. يا لهوي عليك يا سلمى، ليه بس يعني؟ يا بنتي انا مش مستعده، وبعدين انا لسه عندي امتحانات يا سلمى احنا بقول لك يلا بينا ننزل نتجوز، بقول لك هنعمل حفله صغيره على الضيق يا دوبك بس نلبس فيها دبل وخلاص. اصل يا جماعه سمعينا زغروطه يا مريم. ايوه كده. ربنا يكرمك يا يحيى. اصل اختك دي ما بتجيش غير بالتدبير.